بعض من المشاكل اللي اكثر انتشارا عند مثلا التشوهات الخلقيه عند الاطفال هي الشفه الارنبيه دكتور، ودي شق الحلق. يا ريت حضرتك تقول لنا ايه مراحل تصليح الشفه دي، وازاي يعني احنا بنوصل ليه بر الامان مع الطفل ده؟ كويس. هو طبعا الحقيقه الشفه الارنبيه وسقف الحلق دول من العيوب المرتبطه ببعض. ممكن حقيقة في اطفال تتولد بشفه بس، وممكن اطفال تتولد بسقف الحلق مفتوح بس، وممكن الاثنين مع بعض. عشان كده المراحل دي بتختلف حسب الانواع. عندنا انواع كتير، ممكن تبقى حاجه بسيطه بس في الشفه، ممكن تبقى حاجه بسيطه في سقف الحلق بس مفتوح في المنطقه اللي هي لسان المزمار او اللهاء، وممكن يبقى شق كامل. هنستعرض المراحل اللي هي مرتبطه بالاثنين لو كانوا موجودين مع بعض عشان نفهم احنا ممكن نعملها ازاي. يعني ممكن الشفه من قدام كده تكون سليمه او الرشد يكون سليم، ولكن في مشكله بتبقى في شق الحلق لوحدها، بيبقى في شق لوحده. بالظبط كده. لو الطفل عنده الشفه وسقف الحلق مع بعض، هنا هنبدا المرحله الاولى اللي هي اصلاح الشفه عند سن شهر ونص لشهرين. في بعض الدرجات الصعبة اللي هي بتبقى على الناحيتين دي بمستنى لحد 3 شهور. يهمنا قوي في المرحلة دي ان الطفل ده بعد ما يتولد يرضع كويس. الرضاعة هنا طبعا ممكن تبقى رضاعة طبيعية، ممكن تبقى رضاعة صناعية، ممكن تبقى بالبيبرونة العادية او باستخدام بيبرونات مخصوصة للاطفال دول، يعني حسب تقبل الطفل للطريقة اللي هو هيقبلها. عشان عايزين الطفل ده يزيد في الوزن يبقى فوق 5 كيلو وقت العملية. المرحلة الأولى زي ما قلنا هي مرحلة الشفة. دلوقتي من وجهة نظر التجميل، جراحة التجميل، عشان احنا النهاردة بنتكلم على أصعب تخصص داخل جراحة التجميل وهو تجميل الأطفال. فلما بنيجي نتكلم النهاردة على حاجات كتير قوي بنتكلم من وجهة نظر التجميل. فدلوقتي ما عدناش بنبص للعملية ان احنا بنقفل شفة بس. لا، ده احنا بيهمنا الشكل ككل مع الأنف. بنراعي بشكل كبير جدا ان الانف تكون طبيعيه وفتحه الانف طبيعيه، في تماثل ما بين الناحيتين. والاداء الوظيفي كمان بعد كده، والاداء الوظيفي بقى كمان اللثه كمان يهمنا، كمان لو مفتوحه بنقفلها مع اول مرحله. يعني زي ما احنا شايفين هنا في الصوره باين قوي ان الطفل المولود على الجهه اللي هي قبل العمليه اللثه مفتوحه، الشفه، الانف كمان مايله ونازله لتحت. الشكل كمان مشوه جدا يا دكتور. اثره بالفشا اللي بعد العمليه. صلحنا كل ده، قفلنا اللثه، قفلنا الشفه، وكمان الانف، استعدلنا المناخير. الانف طبعا شكلها باين طبيعي جدا، اختلفت بشكل كبير. وهو ده المنظور التجميلي، يعني لازم العمليه دي اللي بيجريها حد متخصص في العمليات عشان نوصل لده بالظبط في تجميل الاطفال. لان هي من اصعب عمليات طبعًا. التجميل هي تجميل الاطفال. الطفل صغير، الأنسجة قليلة، في عايزة دقة عالية، مهارة عالية، وكمان الأنسجة هنا بتبقى مش زي الكبير، الأنسجة لسه طرية خالص. فالتعامل معها لازم يبقى منتهى الحرفية. برضو هنا نفس الكلام، البيبي شوفي شفته قد إيه عكس ما احنا نعمل تجميل في شفة حد كبير. طبعا. فبتبقى صعبة جدا. دي يا دكتور تخليني أسأل حضرتك، احنا فعلا نقدر نبدأ من العمر ده نعمل العملية والطفل ما يتأثرش؟ أيوه، دي حالاتنا. يعني دي حالاتنا، دي حالاتنا، احنا بادئين من العمر ده فعلا. وده بعدها على طول. يعني هايل جدا طبعا، نتيجه مبهره وبتطمن طبعا كل ام بتشوفنا دلوقتي. فهي الاطفال دولت كان زمان بيبقى من الصعوبه ان الاهل يتخيلوا ان هو هيبقى طبيعي، النتيجه تكون كده، لكن هو هيبقى، هو فعلا بقى كده. هو دي صور حقيقيه، مش صور لا فيها فوتوشوب ولا تعديل ولا احنا عاملين شايلين اي حاجه. واضح من ناحيتين. بيبقى طفل طبيعي وبيروح المدرسه ووسط زمايله ووسط عيلته، مفيش اي مشكله خالص. الحمد لله، الحمد لله بقى في دلوقتي امهات وبعد العمليه بتيجي تقول لي يا دكتور ده في ناس بتشوفوه مش عارفين ان هو عمل عمليه، والحمد لله هو ده المطلوب. وكمان المهم جدا في الاطفال يا دكتور، كل ما بيكبر الانسجه بتاخد شكل الطبيعي والجلد بيشد وما بيبقاش فيه اي فتحات باين. انت شايفه الجرح؟ لا مش باين خالص، ولا حتى باين له الاثر بتاعه. صعب. وخلي بالك ده لسه طفل، احنا لسه ما عملوش ليزر. يعني كمان لما بتكبر او يكبر بنعمله ليزر بيبقى تقريبا أكثر. مش باين خالص. طبعا زي ما قلنا في انواع مختلفه للشفه الارنبيه. فعشان كده احنا بنتعامل مع كل الانواع دي بدرجاتها المتفاوته بالمراحل دي كلها حسب ما هو. لو كان في الشفه بس خلاص هنعمل مرحله الشفه بس. لو الشفه معاها اللثه هنعمل الاثنين مع بعض. طب لو هي معاها سقف الحلق، هنيجي بقى بعد ما نخلصنا الشفه
هنعمل بعد 6 شهور مرحلة سقف الحلق. ودي مرحلة مهمة جدا عشان سقف الحلق ده أهميته الكبيرة مش في الشكل الخارجي، الوظيفة، لأن هو اللي فاصل ما بين تجويف الفم والأنف، فبالتالي هيمنع رجوع اللبن من الأنف. والحاجة التانية الكلام، لأن هو اللهاء والمنطقة الرخوة اللي ورا بتتحرك وإحنا بنتكلم في نفس الوقت وإحنا بنبلع، دي بتسد تجويف الأنف فما بيحصلش ارتجاع. فقفل سقف الحلق ده مهم قوي، مهم جدا طبعا، وظيفيا مهم جدا. يهمني ان الطفل ده قبل ما يتم سنه يكون خلص الشفه وخلص سقف الحلق. طب لو افرض هو مولود الشفه مقفوله وعنده بس سقف الحلق، ده اللي كنت بساله لحضرتك. هيعمل سقف الحلق بعد عن سن 6 شهور. طب والام بتشوفها يا دكتور؟ يعني هي انا ليه سالت حضرتك؟ عشان سقف الحلق ده ما بتشوفوش من جوه. كويس. في بعض الامهات ما تكونش واخده بالها، مش يعني مش داخليه ابدا، ان هو مفتوح، لكن بتعرف مع الوقت ان هو لما تيجي ترضعه تلاقي اللبن نزل من الفم.